دكتوره الرئيس محمود. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم واليكم اخر الانباء. أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام يحيل محمد ثابت للتحقيق لتكريمه عكاشة دون علم الأهرام. أراك توزع من مال أمك. أكدت وزارة الخارجية أن حادث قتل المصريين السبعة في ليبيا الأسبوع الماضي لن يمر بدون حساب. مال مصراوي بالمستندات مخترع سي سي دي فني معامل. الماجستير ده قد الإعدادية ولا بعد الإعدادية؟ صافي ناز تظهر في فيديو جديد تنفي فيه شائعة رحيلها عن مصر وتبعث لمعجبيها بقبلة. أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريح له: الزمالك هو الأحق بلقب بطل القرن. الفلوس دي بتاعتك. بتاعتك أنت، معاك فلوس هجري. مكتوب على اسمك. إيه ده؟ مكتوب الملك فاروق. ما هو الملك فاروق بس. الطب الشرعي يؤكد تعاطي نجل مرسي للحشيش. أنا شربت حشيش يا سعاد. كيت بلانشيت من الرقص مع أحمد زكي في كابوريا إلى الوصول لعرش الأوسكار. في حفل الأوسكار معجب يفاجئ دي كابريو ويحتضنه على طريقة أسيادنا راضين عليك. طب طلع أسيادنا راضين عليك. تلقى النادي الأهلي هزيمة صادمة أمام بطل تنزانيا في دوري أبطال إفريقيا. عيني يابا، يا لاوتي، يا خرابي، اتغلبنا